معنا على الهاتف الأستاذ أو النائب مصطفى سالم، ويحدثنا أيضا عن أبرز الصور لليوم الأول العملية الانتخابية أو السباق الانتخابي المصري 2024. صباح الخير حضرتك سيادة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. بداية يا فندم، أبرز الصور اللي توقفت عندها بالأمس في اليوم الأول للعملية الانتخابية. صباح الخير على حضرتك وعلى الأستاذ عادل وعلى جميع السادة المشاهدين. يعني بالأمس ما يعني شاهدناه كان مشهد غير مسبوق. يعني أنا كنت متواجد في دائرتي في مدينة سحطة، محافظة سوهاج تحديدا، في لجان ساحل سحطة. يعني مشهد غير مسبوق، إقبال كبير جدا من الناخبين بكل طوائفهم بكل أعمارهم. يعني أنا شاهدت وعصرت عدة انتخابات سابقة، استفتاءات، انتخابات نيابية. المشهد الذي شاهدته بالأمس يعني وكنت موجود فيه، كان هناك إصرار من جميع فئات الشعب المصري بكل طوائفهم، شباب، شيوخ، سيدات، على الاصطفاف من قبل حتى يعني فتح باب الاقتراع. وده كان مشهد غريب جدا، ان كان الطوابير موجوده امام اللجان الانتخابيه قبل ان تفتح يعني اللجان الانتخابيه باب الاقتراع. يعني كان هناك اصرار من الجميع على المشاركه. الشعب المصري شعب واعي، الجميع يعني يعي ان هذا حق دستوري من اهم الحقوق الدستوريه. الانتخابات الرئاسيه دي احد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، أيضا واجب وطني عليهم. وهناك يعني وعي لدى الشعب المصري أن يرسل رسالة للعالم كله أنه حريص على استقرار دولته، على الاستقرار السياسي، على الاستقرار الأمني، إجهاض كل الدعوات التي تدعو إليها الجماعات المحظورة والجماعات المشبوهة بمقاطعة الانتخابات. الشعب المصري بيبعت رسالة للعالم أنه حريص على الدولة المصرية. طبعا كلنا نشاهد ونعي ما يحدث حولنا سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، عدم استقرار في عدد من الدول الكثيرة. يعني الكل يريد الحفاظ على الدولة المصرية. يعني هناك مشهد ديمقراطي، مؤسسات الدولة كلها وأجهزة الدولة على مسافة واحدة من كل المرشحين. لدينا أربع مرشحين بيمثلوا تيارات سياسية مختلفة، يمين ويسار ووسط ومستقلين. يعني كل الأحزاب مشاركة، كل الائتلافات مشاركة. نتوقع يعني أن يشهد اليوم الثاني والثالث إقبال أيضا كبير، وإقبال غير مسبوق عن أي انتخابات سابقة. نحن في محافظات الصعيد يعني لمسنا إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات السابقة. هناك عديد من المبادرات الاجتماعية والمبادرات الصحية، حياة كريمة، تكافل وكرامة، 100 مليون صحة، مواجهة فيروس سي، المشروعات التنموية التي يتم العمل بها بكل محافظات الصعيد. الكل يعني يرغب في تحقيق نوع من الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني، لأن ده بينعكس بشكل طبعا غير مباشر على الوضع الاقتصادي للدولة. طيب سيادة النائب، خلينا نعرف من حضرتك أيضا الفئة العمرية الأبرز اللي كانت مشاركة في العملية الانتخابية أو في الاستحقاق الانتخابي أمس، وأيضا ماذا عن التغطية الإعلامية في محافظة سوهاج تحديدا؟ يعني طبعا بالنسبة للفئات المشاركة، كان المشهد امبارح أن السيدات يعني في محافظات الصعيد هم الأكثر تواجدا أمام لجان الانتخابات. يعني كما تعودنا خلال الاستحقاقات السابقة، كان هذا المشهد متكرر من أمس أن أكثر تواجد للسيدات، يليها طبعا الشباب كان متواجد بكثافة أيضا أمام صناديق الانتخاب. التغطيات الإعلامية تغطيات جيدة جدا، يعني الشركة المتحدة يعني بتقوم بدور كبير جدا في عملية التغطيات الإعلامية. وإحنا لمسينا أن هناك يعني حياد تام في التغطيات الإعلامية لجميع المرشحين، وكانت التغطيات جيدة وواصلة طبعا لكل محافظات مصر كما شاهدنا، وكل معظم اللجان الانتخابية في مصر. هل تم رصد أي مخالفات بالنسبة لأمس؟ لا لا لا، بالأمس يعني لم يتم رصد أي خلافات من طرفنا. طبعا ما أعرفش هل وطنية الانتخابات، لكن احنا اللي شاهدناه ان مفيش اي مخالفات. الكل ملتزم سواء كان مرشحين او ناخبين او لجان انتخابيه، يعني المستشارين واللجان المعاونه لهم يعني متعاونين بشكل كامل. الاجهزه الامنيه
موجودة والوضع مستقر وبيساعدوا كل الناخبين فيها الوصول للجان. يعني هناك مجتمع مدني كثير من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية موجودين بالفعل في اللجان الانتخابية وبيسهلوا عملية الانتخابات وبيساعدوا المواطنين في الاصطفاف في الدخول في استخراج الأرقام الخاصة بهم. يعني العملية الانتخابية أمس يعني صارت بشكل جيد جدا من كل الفئات المشاركة في الانتخابات سواء كان ناخب أو لجان مشرفة أو جهات أمنية أو إعلام أو حتى المرشحين ذاتهم، ما رصدناش أي خروج عن الوضع المألوف. طيب سيادة النائب أخيرا، يعني خلاص إحنا على بعد دقائق معدودة من فتح أبواب مراكز الاقتراع، هل بالفعل بدأ توافد بعض الناخبين حتى الآن؟ يعني كما حدث بالأمس وكما شاهدناه بالأمس هناك إصرار من الناخبين على المشاركة بقوة، وبدأ بالفعل يعني بعض اللجان الانتخابية وصول بعض الناخبين والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية انتظارا ليعني بدء التصويت. نشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، شكرا لحضرتك يا فندم جزيل الشكر.